نرجع شويه بقى ونتكلم على الدوري الممتاز. جدول الدوري الممتاز، الاهلي في المركز الاول، بيراميدز فيوتشر مقاولين لاتحاد الزمالك، دي بلغه الارقام. الدوري خلص في الملعب، هناك مفاجآت، بيراميدز وفيوتشر في الصوره بلغه الارقام. الاهلي هو بطل الدوري هذا الموسم، ومركز الثاني والثالث والرابع يكون تنافسي بصوره كبيره جدا مع الزمالك وبيراميدز وفيوتشر. كابتن هشام، لا الدوري خادع يعني، بس هي الميزه السنه دي عن السنين اللي فاتت ان الاهلي راكب من الاول، عنده عدد من النقاط فارق بيها عن اللي تحتيه. السنه اللي فاتت واللي قبليها كان عنده ماتشات مؤجله، بس الزمالك كان هو بيكسب فحطه تحت ضغط، فقلنا لو الاهلي كسب ماتشاته هيبقى هو اللي خد الدوري. الزمالك حافظ على انتصاراته كلها لغايه لما الاهلي لعب ماتشاته، خسر كل الماتشات، خسر ماتشات كتير قوي، فعشان كده خسر الدوري. وان الزمالك كان احسن. الاهلي السنه دي لا، الاهلي السنه دي احسن، فارق في عدد النقاط. فحتى لو الماتشات المؤجله اللي هيلعبها خسرها هيبقى فارق 8 نقاط عن الاهلي. بس في فرقتين في النص انت ما اتكلمتش عنهم. دايما المنافسه هتيجي اهلي وزمالك برضه يا كابتن في الاخر. لسه دايما هتبقى في الاول والتاني في فيوتشر عامل موسم رائع، علي ماهر السنه دي رائع. كابتن شوقي غريب السنه دي رائع بصراحه، يعني لازم ياخدوا حقهم، عاملين حاجات كبيره جدا جدا. وبيراميدز السنه دي مع باتشيكو احسن. بس المنافسه انا بكلمك على اللونج تيرم، يعني ان المنافسه هتفضل اهلي وزمالك. طيب هل الريمونتادا ورده في الدوري الممتاز؟ هل الريمونتادا ورده في افريقيا ولا الامور تبقى صعبه؟ نعرف من نجومنا بعد الفاصل.